أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. لحظات قليلة فقد تفصلنا عن نهاية الحملات الانتخابية وأجواء اليوم الأخير نرصدها من مدينة جليميم. ومن الداخل حملة للمجتمع المدني للحث على المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية. وفي النشرة أيضا حفل توديع حجاج بيت الله الحرام من مدينة بوجدور. أهلا بكم. البداية من مدينة العيون والاستعدادات المكثفة بولاية الجهة ليوم الحسم يوم غد الرابع من شتنبر. ولاية الجهة جندت مصالحها المختصة لمواكبة العملية حتى تمر في ظروف جيدة. في السياق ذاته عقد بمقر عمالة إقليم بوجدور اجتماع حضر جانبا منه عامل الإقليم للإشراف على الاستعدادات المواكبة للعملية الانتخابية حتى تمر في ظروف جيدة. إذن اليوم هو الأخير في عمر الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية، حملة شكلت فرصة سانحة لمختلف الأحزاب المتنافسة لتقديم برامجها للفئات الناخبة ومحاولة إقناعها للتصويت لصالحها. يوم أخير اشتدت خلاله درجة التواصل مع الشرائح الناخبة من جهة إقليميم وأدنون. يدور رورتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاج. يوم أخير في عمر الحملة الانتخابية التي تسبق استحقاقات يوم غدا التي تعد الأولى في عهد الدستور الجديد للمملكة، استحقاقات ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بالمجالس الجماعية والجهوية. مختلف الأحزاب السياسية ضعفت من وتيرة تواصلها مع المواطنين لإقناعهم ببرامجهم الانتخابية. اللحظات الأخيرة بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع كتكون فيها تنافس بين الأحزاب السياسية من أجل كسب المزيد من الأصوات الناخبين، ومن أجل هذا الغرض هذا يتم حج جميع الإمكانيات وجميع الوسائل الممكنة من أجل الاستفادة من هذا اليوم الأخير ديال الحملة الانتخابية. وكما كيلاحظ الجميع خصوصا المواطنين بأن الشوارع مليئة بالمرشحين وبالأنصار ديالهم اللي كيجيبوا الشوارع ديال المدينة بالأوراق ديال الأحزاب ديالهم ومن أجل توزيع البرامج الحزبية ديالهم. وبطبيعة الحال المواطن فهو كيطلع على هذه البرامج هذه بمختلف التوجهات ديالها ومختلف الانتماءات ديال المرشحين السياسية. في الأخير بطبيعة الحال وله الحكم على هذه البرامج والاختيار ديالو غيكون يوم 14 تنبير الاختيار ديالو اللي غادي يشوف المناسب ليه والمناسب للانتظارات ديالو في الجامعة ديالو. الحملة الانتخابية عرفت تواصل ولقاءات مباشرة بين الأحزاب مع مجموعة من الساكنة اللي من خلالها قدمت مرشحين ديالها والبرامج ديالها. وبطبيعة الحال خلال الأخيرة كنعرفوا بأن المنافسة وخاصة في اليوم الأخير المنافسة أصبحت قوية بين الأحزاب من أجل إقناع عدد كبير من الناخبين. وكنستغلوا هذه الفرصة باش نشيدوا بالدرجة العالية ديال الوعي والمسؤولية داخل الأحزاب السياسية بالإقليم، ومن خلال اللي لمسناها من البرامج ديالها اللي كتلامس حاجيات ومتطلبات الساكنة إجمالا وبالأخص الساكنة الودنونية، وكتفتح المجال أمام النساء من خلال أنها خصت مقاعد خاصة هامة لشرائح عديدة من النساء في اللوائح الانتخابية ديالها. جهة إقليميم وأدنون التي أحدثت في إطار التقطيع الجهوي الأخير للمملكة تتشكل من 4 أقاليم تضم 8 بلديات و46 جماعة قروية. ساكنة الجهة التي تقدر بنحو 430,700 نسمة تتطلع إلى هذه المحطة الانتخابية
كموعد لإرساء هيئات المنتخبة بمقدورها مسايرة الرهانات التنموية بهذه الجهة الجنوبية. أما بالداخل وفي نفس السياق، فتنشط بها فعاليات مدنية لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في تصويت يوم غد من أجل إنجاح المرحلة القادمة التي تدخلها الجهات والجماعات على مستوى المملكة. أما التفاصيل فمع محمد الروسي ومحمد مولود من لا يخاف. فعالية مدنية من الداخل فكرت ومن ثم بادرت إلى تطبيق فكرتها. اختصرت مبادرتها في توزيع مطويات على المواطنين، هدفها التصويت بكثافة في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم غد الجمعة 4 شتنبر. هذه الحملة التحسيسية هي حملة منظمة من طرف لجنة مستقلة من منظمات المجتمع المدني، الهدف منها هو إقناع المواطنين من أجل المشاركة المكثفة في اقتراع 4 شتنبر، باعتبار على أن هذا موعد وطني حاسم بالنسبة لرسم التحولات الكبرى للمملكة المغربية في مسارها الديمقراطي ومسارها التنموي. بطبيعة الحال هذه الحملة أيضا تأتي في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي في الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، الذي نص وأكد على ضرورة انخراط منظمات المجتمع المدني بقوة وبحزم من أجل للرفع من هذا التحدي. لا ننتم لأي حزب، ولكن نريد الشعب ينتخب في مصلحة الداخلة ومصلحة البلاد، وبكثافة شباب كبار صغار ينادي صوت الضمير، صوت الضمير هو اللي ينظروا ينتخبوا من أجله، صوت الضمير اللي فيه مصلحة الشعب ومصلحة البلاد ومصلحة المدينة. مصلحة المدينة والمواطنين بشكل عام سترسم معالمها في القادم من السنوات فئة المنتخبين الذين ستنتهي حملتهم الانتخابية بشكل رسمي مع منتصف هذه الليلة، ويبقى الفيصل غدا صوتك أنت بهذه الجماعة أو تلك. إذن ومع بداية العد العكسي ليوم الحسم للمحطة الانتخابية التاريخية ليوم غد الجمعة والتي تعيش عليها المملكة، ارتفع إيقاع الحملة الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء لإقناع الناخبين واستمالتهم للظفر بالمقاعد المخصصة لمجلس الجهة أو للجماعات المحلية. تقرير في الموضوع يعرض لعدد من المعطيات المتعلقة بجهة العيون الساقية الحمراء في إطار التقطيع الجهوي الجديد، في تقرير للسالك بوزدور. جهة العيون الساقية الحمراء جهة تسجل عبر المحطات الانتخابية نسبا عالية في المشاركة المحلية والوطنية والإقبال المكثف على صناديق الاقتراع. تدخل الأحزاب المتنافسة بها للظفر بأكبر عدد من المقاعد عبر رهان إقناع الكتلة الناخبة ببرامجها ومخططاتها الهادفة في أول انتخابات جهوية وجماعية بعد دستور 2011. 967 مرشحا ومرشحة بإقليم العيون يتنافسون من أجل الفوز ب 119 مقعدا بالمجالس الجماعية و 16 مقعدا بالمجلس الجهوي المخصص للإقليم، فيما بلغ عدد المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة غد على مستوى إقليم سمارة 480 مرشحا ومرشحة يتنافسون للظفر ب 110 مقاعد بالمجالس الجماعية الحضرية والقروية و 9 مقاعد بالمجلس الجهوي المخصصة للإقليم، في حين يتنافس 519 مرشحا ومرشحة على مستوى إقليم بوجدور من أجل الفوز ب 74 مقعدا بالمجالس الجماعية و 9 مقاعد بالمجلس الجهوي المخصصة للإقليم، و 226 مرشحا ومرشحة على مستوى إقليم طرفاية للظفر ب 77 مقعدا بالمجالس الجماعية و 5 مقاعد بالمجلس الجهوي. الإحصائيات الخاصة بإقليم العيون جاءت كالتالي: عدد الهيئة الناخبة الناس المسجلين في اللوائح الانتخابية 125409، هذه الهيئة الناخبة المسجلة في اللوائح الانتخابية خاص بإقليم العيون. بالنسبة لعدد مكاتب التصويت التي أضيعت رهن إشارة الناس من أجل التصويت الأداء الواجبية لهم هو 258 مكتب، إضافة ل 65 مكتب مركزي. بالنسبة للعدد الإجمالي ديال المرشحين في إقليم ديال العيون 967 مرشح ومرشحة. النسبة ديال الذكور في هذه 967 مرشح 65.15%، نسبة الإناث 34.85%.
يتكون مجلس جهة العيون الساقية الحمراء من 39 مقعدا موزعا على 16 مقعدا مخصصة لإقليم العيون، وتسعة مقاعد لإقليم بوجدور، وتسعة مقاعد أخرى لإقليم مخصصة لإقليم طرفايح. دائما بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم غد الجمعة 4 شتنبر 2015، نتوقف الليلة كذلك مع المعطيات الانتخابية المتعلقة بجهة الداخلة وادي الذهب في تقرير لمحمد تروسي. تدخل العديد من الأحزاب غدا الجمعة مع صناديق الاقتراع بجهة وادي الذهب الداخلة كغيرها من الجهات مرحلة حصاد حملاتهم الانتخابية المنتهية مع منتصف هذه الليلة. وبالأرقام، فقد خصص لإقليم وادي الذهب في الانتخابات الجهوية 25 مقعدا، 9 منها للإناث. أما بالنسبة لإقليم أوسرد فقد خصصت له 8 مقاعد، 3 خاصة بالإناث. وتتنافس في هذه الانتخابات الجهوية على مستوى إقليم وادي الذهب 11 لائحة، في حين وصلت اللوائح المتنافسة بإقليم أوسرد 14 لائحة. أما بالنسبة للانتخابات الجماعية على مستوى إقليم وادي الذهب والبالغ عدد جماعتها 6 جماعات، يتنافس فيها 628 مترشحاً لنيل أحد المقاعد البالغ عددها 129 مقعداً، 30 منها للإناث. في حين يتنافس بجماعات إقليم أوسرد الستة أيضاً 220 مترشحاً لنيل أحد المقاعد البالغ عددها 90 مقعداً. هذا ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين بإقليم وادي الذهب أكثر من 45,000 شخص، في حين وصل رقم المسجلين بإقليم أوسرد 8,435 شخصاً. ولتمر العملية الانتخابية في أحسن الظروف، خصصت وسائل لوجستيكية هامة بمكاتب التصويت والبالغ عددها 176 مكتبا لإقليم وادي الذهب و70 مكتبا للانتخابات الجماعية لأوسرد، إضافة إلى 6 مكاتب مركزية للانتخابات الجهوية الخاصة بإقليم أوسرد. ودائما بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم غد الجمعة 4 شتنبر 2015، نتوقف الليلة كذلك مع المعطيات الانتخابية المتعلقة بجهة الداخلة بجهة قليميم ودنون في تقرير لحافظ محتار. 262,393 هو العدد الإجمالي للمسجلين في القوائم الانتخابية على صعيد جهة قليميم ودنون. فئة الناخبة ينتظر أن تتوجه يوم غد إلى 832 مكتبا للتصويت موزع على أقاليم قليميم والطنطان وسيدي إفني وسزاك للإدلاء بأصواتها من أجل اختيار من يمثلها في المجالس الجماعية لهذه الأقاليم، وكذا مجلس جهة قليميم ودنون. مجلس الجهة تقدمت إلى 46 لائحة انتخابية تتنافس على 39 مقعدا. اللوائح تضم 54 مرشحة ومرشح، من بينهم 159 من النساء، حيث يجري تنافس لهذه الغاية بين 20 لونا سياسيا. وللإشارة، فمجلس جهة قليميم ودنون يتكون من 39 عضوا، 14 منهم يتم انتخابهم ضمن الجزء المخصص للنساء. المقاعد خصص منها 14 مقعدا لإقليم قليميم و10 مقاعد لإقليم سيدي إفني و9 لإقليم الطنطان و6 لإقليم سزاك. جدير بالإشارة أن جهة قليميم ودنون تقطنها ساكنة تقدر ب 433,757 نسمة، تضم 8 بلديات و46 جماعة قروية. نشرة الأخبار متواصلة من قناة العيون، وفيها بعد قليل مناظر طبيعية خلابة لشواطئ جهة الداخلة وادي الذهب. أهلا بكم من جديد. في موضوع منفصل وبحضور ممثلي الهيئات المدنية والعسكرية من إقليم بوجدور، تم توديع حجاج المدينة بعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات لتيسير ظروف الحج. في المتابعة بريغين العرسي ومحمد شعر. حجاج بيت الله الحرام عن إقليم بوجدور، وقبل مغادرتهم نحو الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، استقبلوا من طرف عامل الإقليم. وخلال هذا اللقاء تمت دعوة حجاج بيت الله الحرام ليكونوا خير سفراء لبلدهم بالديار السعودية، وأن يمتثلوا لكل التعليمات المتعلقة بتنظيم أداء المناسك.
عامل الإقليم، وخلال كلمته أعرب عن اعتزازه بالحجاج الميامين متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. استفاد وفد حجاج إقليم بوجدور من دورات تكوينية تنظيمية تلقوا خلالها دروس وإجابات على إجابات على استفسارات وتساؤلات الحجاج، ويعني كان ذلك في ظروف حسنة. الحمد لله على قناة الله فرصة نحجر إن شاء الله. كنت منع مع سيدي حج مبرور وسعي مشكور، وتنشكر سيدنا الله يجعل البركة في سيدنا. إحنا ماشي للزيارة المقدسة إن شاء الله، ونتمنى حج مبرور وسعي مشكور، ونتمنى لصاحب الجلالة وللعائلة الملكية كلها إن شاء الله الرحمن الرحيم الخير والهناء وطول العمر، ونتمنى لبلادنا الهناء وسرور، وحمدنا الله وشكرنا. توج حفل توديع حجاج بيت الله الحرام عن مدينة بوجور، والبالغ عددهم هذه السنة 21 حاجا وحاجة، بتوزيع جوازات السفر والوثائق المتعلقة بمناسك الحج على المستفيدين لأداء هذه الفريضة. أما الآن فنتوقف مع الفقر القارة ضمن مواد نشرتنا المتعلقة بجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة في تقرير لمحمد لمين الجارح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأحداث المغربية التي كتبت: غدا يتوجه الناخبون نحو صناديق انتخابات مصيرية بالنسبة للمغرب، كل شيء يحيط بهذا الاقتراع الجماعي والجهوي يحفز وبقوة على القيام بواجب التعبير عن الاختيار الحر والمسؤول، ولا شيء يدفع إلى التقاعس أو العزوف عن التصويت. وذكرت الأحداث المغربية: هناك رهانات كبرى تحيط بالتدبير الجماعي والجهوي، وفي السياسة التي يطمح إليها الجميع تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية حتى يكون الاقتراع شفافا يعبر عن سلطة المواطن وإرادته، ويشركه في تحديد مستقبله وتحمل تبعات اختياراته في بناء وتحصين الديمقراطية. وارتباطا دائما بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، كتبت يومية الصباح: بلغ مجموع الخطوط الهاتفية المشمولة بإذن التنصت إلى المكالمات والاتصالات المنجزة بها بمناسبة استحقاقات الجماعية والجهوية التي يجري اقتراعها يوم غد الجمعة، بلغ 30,000 خط هاتفي على امتداد التراب الوطني. وأوضحت الصباح أن المشمولين بعملية التنصت هم أشخاص لهم أدوار ومهام تتعلق بالانتخابات، وتتشكل الفئات من مرشحين ووكلاء لوائح ومسؤولين حزبيين وجهويين وإقليميين، كما تضم اللائحة رجالات الإدارة الترابية وأعوان السلطة. ونختم جولتنا عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية المساء التي كتبت: قرر الأطباء الداخليون والمقيمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من فاتح أكتوبر القادم بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية. وذكرت المساء في باقي تفاصيل الخبر أن هذا الإضراب سيقوم بتأجيل أو تأخير مواعيد عدد من الراغبين في الخدمات الطبية بمختلف جهات المملكة والذين يتوافدون على المستشفيات الجامعية. وذكرت اليومية أن هذا الإضراب ستستثنى منه أقسام المستعجلات والإنعاش. صور نهاية النشرة نرصدها لكم من شاطئ فم البوير، حيث المناظر الطبيعية الخلابة، الصور بعدسة محمد مولود ملاخف.
أما الآن فإلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون صحوة على العموم بمجمل المناطق الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 17 درجة بقليميم و 29 درجة بأوسط. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 41 درجة بأوسرد و 24 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله في مدينة العيون على الساعة 7:35، أما الغروب فسيكون على الساعة 8:06. درجات الحرارة في بعض المناطق المجاورة لبلادنا 33 درجة بنواكشوط، 28 درجة بنواديبو، 37 درجة بالزويرات، 36 درجة بتنجوف، أما بالعاصمة الرباط ف 24 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. لحظات قليلة فقط تفصلنا عن نهاية الحملات الانتخابية وأجواء اليوم الأخير نرصده من مدينة قليميم. ومن الداخل حملة للمجتمع المدني للحث على المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية. وفي النشرة أيضا حفل توديع حجاج بيت الله الحرام من مدينة بوجدور. كما تلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15 إن شاء الله. لكم منا أطيب المنى، جمعة مباركة لكل مشاهدي قناة العيون، وفي أمان الله.